خير يا دكتور؟ طمنا. الحمد لله جت سليمه، ماما بقت زي الفل، ما تقلقوش عليها. امال اللي حصل ده من ايه يا دكتور؟ السكر كان عالي عندها شويه، من الواضح انها لخبطت شويه في الاكل، مش منتظمه على العلاج. خلي عينيك عليها يا اولاد. ربنا يخليك يا دكتور، متشكرين، كتر خيرك. تحت امرك. تحت امر الله، ربنا يخليك. خلي عينك على امك لغايه ما اوصل الدكتور. اه اتفضل يا فندم. سلام عليكم. سلام. الا على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي. ما تقعديش بقى تقلين عليكي كل شويه، الواحد مش حامل الخضات دي. انا مش قايل لك امك تاخد الدواء في مواعيده؟ اهدى عشان امك تعبانه. إيه؟ مش المفروض تتعب يا محمد. جرايه يا حسام، هو بس من ساعه ما شاهين ده اتجوزت ومحدش بيتابع معاها. يعني شاهين ده اتجوزت امك تروح مننا؟ انت بتعمل ايه وانا بعمل ايه؟ مش قادر تاخد بالك منها؟ قول لي، قول لي وانا قاعد جنبها. انت مش شايف انك عصبي زياده حبتين؟ زياده حياه امك قدامها كلمه زياده؟ مش قصدي، بس انت مكبر الموضوع يا حسام. لان الموضوع كبير، انت العيل صغير ومش قد المسؤوليه، فالح بس الدور وتتصرمح في النوادي والهبل بتاعك ده. خلاص خلاص يا حسام، ما تكبرش الموضوع يا حبيبي. انا ما انا قدامك حلوه وزي الفل اهو. انا اسف ان انا عليت صوتي وانت موجوده. معلش حبيبي، أنا مقدرة، مقدرة والله. حسام. يا فندم. تعالى صالح أخوك. خلاص يا ماما، مفيش حاجة. أنت عارف إن أنا لغاية أمك وبتجنن، تاخد بالك من أمك. أخويا الكبير ومن حقك تعمل اللي أنت عاوزه. وأنت عايز رزق. لا بس متربى. بصراحة متربى. هو أنا طلعت من الدنيا غير بيكم. ربنا يخليكوا ليا وما تحرمش منكم ابدا. ولا يحرمنا منك يا ست الكل. ما احلس، ما احلس اخويا. امي. طب ما هو عادي، امي انا كمان. اقعد بوس وانا بوس بقى. نزل.